بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة حصة جديدة من حصص ألحان القداس الإلهي، مردات خارج الهيكل. إحنا كنا وقفنا عند مردات رشومات الحمل، رشومات الجسد، آخر حاجة بستيف أومن كي أومولو غومن. هنراجعه وناخد المرد الجديد. طبعا الرشومات كل ما أبونا يقول رشمة بنرد عليه بأمين، فيقول مثلا وشكر فنقول آمين، وبارك آمين، وبعدين التالتة قدسه آمين. دول التلات آمينات بتاعت الرشومات، هما زيهم في الدم برضو، فنقولهم إزاي؟ آمين. الثانية آمين، يبقى الأولى زي الثانية. الثالثة طويلة شوية آمين. وبعدين المرض بستيف اومن كي اومولو غومن كي ذوكسا زو او 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 اومن. وبالعربي نؤمن ونعترف ونمات هرجعوا آخر مرة بستيف أومن كي أومولو غومن كي ذوكسا زو وين هزة لوحدها او 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 شوف او 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 مين. وبعد كده الكاهن بقى بيقول ايه؟ وقسمه واعطاه لتلاميذه القدسين لغايه اخر حته لما بيقول ايه هذا اصنعوه لذكري. فاحنا بنرد عليه، الشعب بيرد عليه ونقول ايه؟ هذا هو بالحقيقة امين، ان هو جسد ربنا يسوع المسيح. فنقول هذا هو بالحقيقة امين، اللي هي فاي بيخن اومس مي امين. ده المرد الجديد النهاردة، فاي بيخن اومس مي امين، فاي هذا بيخن اومس مي امين. بنقولها ازاي؟ فاي، شوف مسحوبة ازاي، فاي تاني، فاي بخن أم اسمي، حاولها على بعضها، فاي شوف، فاي بخن أم اسمي. اسمي دي كده فيها علو شوية، نقولها ازاي؟ فاي فاي بخن أم اسمي مسمي تاني مثمي، فاي بخن أم اسمي. كم مرة؟ فاي سوري، فاي بخن أم اسمي تاني، فاي شوف، فاي فاي بخن أم اسمي. وأمين دي مرت علينا قبل كده، بس طبعا الناس الجداد هنراجعها لهم ونديها لهم كويس برضو. فاي بخن أم اسمي آمين تاني،
فاي بخن أم اسمي آمين. تاني فاي بخن أم اسمي آمين. وبعدين بعلى إيه. وبعدين بختم إيه. هقولها على بعضها بقى، احنا كده قسمناها نقولها على بعضها. فاي بخن أم اسمي بالعربي. هذا هو بالحقيقة بس هنا عشان في العربي فالايه الكلام شوية مختلف، يعني بنقولها ازاي هنا في العربي. هذا هو بالحقيقة لكن هنا فاي بخن أمس مي. شوف دي مهمة دي عشان هي اللي هتدخلك الدخلة دي. مث مي مث مي، وبعدين آمي مرة. فاي، شوف خد بالك من فاي. فاي بخن أمس مي آمي مرة. فاي بخن أم اسمي آمي بالعربي. هذا هو بالحقيقة اللي هي زي مسمي بس هنا بنعملها عند اليه دي، بنقولها ازاي. هذا هو بالحقيقة آخر مرة. فاي بخن أم اسمي آمي بعين العالية ده النهارده المرد اللي كان خدناه اللي هو من مردات خارج الهيكل اللي هي تعتبر مردات الشعب، ولكن من النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض كمان مردات داخل الهيكل بس بالعربي. فاحنا خدنا مرد من خارج الهيكل وهناخد مرد من داخل الهيكل. هناخد كده ونجيب ايه مردات خارج الهيكل.
هناخد مرد صلاة الشكر في تقديم الحمل. احنا لو تفتكروا كنا خدنا في تقديم الحمل مردات خارج الهيكل، كنا خدنا أليليا فاي بيبي وزوكسابا تري. بعد زوكسابا تري في مردات داخل الهيكل أبونا بيبدأ بحاجة اسمها صلاة الشكر. وصلاة الشكر في القداس بتتقال في ثلاث أماكن، بتتقال في رفع بخور عشية ورفع بخور باكر، وبتتقال في تقديم الحمل في القداس الإلهي. فصلاة الشكر بتكون واحدة في الثلاثة، بس بيتضاف عليها جزء صغير في أثناء تقديم الحمل، هنعرفه دلوقتي. الكاهن بيقول إيه؟ إشليل الشماس جوه الهيكل يقول إيه؟ بي ابروس افشي ستاسيتي، يقول ايه؟ بي ابروس افشي ستاسيتي. يبقى لما ابونا يقول اشليل الشماس يرد عليه ايه؟ بي ابروس افشي، نقراها بي بروس افشي ستاسيتي، يعني للصلاه قفوا. يرد يقول ايه؟ اي بي بروس افشي ستاثيتي. طبعا الابونا بيقول اريني باسي، والشعب بيرد عليه كتب نفماطي سو، وبعد كده بيقول جزء اللي هو فلنشكر صانع الخيرات، لغايه ما بيوصل عند الجزئيه بتاعت ابشويس بنوتي ضابط الكل الرب الهنا. الشماس في الحته دي بعدها يرد يقول بروس فيكساستي، بيقول ازاي بقى؟ بروس فيكساستي، بروس فيكساستي. يبقى المرد الاولاني اي بي بروس افشي ستاثيتي، كم مره اي بي بروس افشي ستاثيتي، اي بي بروس افشي استاسيتي، اي بي بروس افشي استاسيتي. وبعد ما بيخلص الجزء الاولاني بيرد عليه الشماس بروس افكساستي، ودايما المردين دول بيتقالوا بالقبطي ما بيتقالوش بالعربي، بروس افكساستي. كم مره؟ بروس افكساستي. اخر مره بروس افكساستي. وبعد كده ابونا بيكمل ايها السيد الرب الاله ضابط الكل، لغايه ما بيوصل لغايه واتيت بنا الى هذه الساعه. الشماس بيقول اطلبوا لك يرحمنا الله. احنا هناخدها هنا في المستوى ده بالعربي، ولكن في المستوى الاكبر هناخد بالعربي وبالقبطي. بيقول ايه بقى بالعربي؟ اطلبوا لكي يرحمنا الله. الشماس بيقول اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين. لو احنا في رفع بخور عشية وباكر بنقول ويغفر لنا خطايانا، ولكن في رفع في تقديم الحمل بنكمل الحتة دي، ويجعلنا مستحقين ان ننال من شركة اسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا. تعال نقولها باللحن، لحنها سهل خالص، بنقولها ازاي؟ اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطالبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين. تعال ناخدها نجزأها الأول. اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا. قولها تاني. اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا. طبعا احنا هنا بناخدها بالراحة،
لكن طبعا في القداس ممكن يبقى اسرع شويه، نقولها اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا، يعني بسرعه شويه في القداس، لكن هنا عشان احنا بناخدها في الحصه فبناخدها بالراحه شويه. اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطالبات قديسي. على بعضها، اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطالبات قديسي. منهم بالصلاح عنا في كل حين. تاني، منهم بالصلاح عنا في كل حين. نقول على بعضها، اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا وأقبل سؤالات وطالبات قديسي. منهم بالصلاح عنا في كل حين. ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا. وده مرد ايه؟ اطلبوا لكي يرحمنا الله في تقديم الحمل. الحته الاخيره دي ناخدها تاني. ويجعلنا مستحقين ان ننال من شركه اسراره المقدسه المباركه لمغفرات خطايانا. نقول على بعضها، اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا وأقبل سؤالات وطالبات قديسي. منهم بالصلاح عنا في كل حين. ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا. يبقى احنا خدنا النهارده ايه بقى؟ احنا خدنا اول حاجه مرض من مرضات خارج الهيكل، اللي هي بعد تقديس الجسد، اللي هو هذا هو بالحقيقه امين، اللي هو بالابتي فاي بيخن اوم اسمي امين. نراجعه مع بعض. اول واحد ده اللي خدناه النهارده، نراجعه كده. فاي بخن أم اسمي آمين. وبعدين خدنا من مرضات داخل الهيكل، خدنا صلاة الشكر في تقديم الحمل. قلنا الكاهن بيبدأ
بشليل. الشماس يرد عليه إيه بي بروساف شيستاثيتي، وبعد كده الكاهن بيقول جزء في صلاة الشكر، وفي نهايته الشماس بيقول بروسيف إكساستي. بعد كده أبونا بيكمل لغاية ما بيوصل أتيت من هذه الساعة، الشماس يقول اطلبوا لكي يرحمنا الله، اطلبوني كي يرحمنا الله ويتراءف علينا ويسمعنا ويعيننا وأقبل سؤالات وطالبات آت قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا. شكرا. النهارده الحصه فيها شويه الحان كتير، يا ريت نراجع خلال الاسبوع، واللي يحفظ منكم يبعت لي على الخاص. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. شكرا.